السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين ويا رب تكونوا بصحة وبخير. وهنقول النهاردة سؤال كده يخلينا واحنا في رمضان نفكر شوية، سؤال محاسبي بس تاريخي. مين أول واحد اخترع المحاسبة اللي تعبنا لحد دلوقتي؟ طيب أنا مستني الكومنتات ومستني التعليقات، وآي جي تي اس وعدتني إن في مكافأة كويسة جدا للناس اللي هتجاوب صح.